فلا يعلم أحد بصيام العبد وإخلاصه وعدم فطره وإمساكه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، لا يطلع على ذلك إلا ربه عز وجل، إلا الله عز وجل. ولذلك قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي لعظمة هذه العبادة وأنا أجزي به. فالله عز وجل يضاعف للصائمين الأجور الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. والصيام جنة، أي أنه ستارة وحفظ عن المعاصي، فإذا كان يوم صوم العبد فإنه لا يجوز له أن يرفث أو يصخب. والرفث هو الفحش والكلام السيء، ولا يصخب يعني لا يلغط ولا يرفع صوته ولا يكثر كلامه بغير ذكر الله عز وجل. فإن سابه أحد أو شتمه فليقل: إني امرئ صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كما أن العبادة من رائحة الصائم قد ينفر منها الناس، ولكنها لأنها ناتجة عن عبادة محبوبة لله عز وجل فهي أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، لأنه ناتج عن أمر محبوب لله عز وجل وهو الصيام. والصائم له فرحتان يفرحهما: يفرح بفطره إذا أفطر لأنه أتم صيامه ونال من الله عز وجل الأجر، ويفرح يوم لقائه بربه لما يحصل له من الثواب العظيم على الصيام، سواء كان صيام فرض أو صيام تطوع. فالصائم له فرحتان يفرحهما: ومن صام يوماً في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب.